دم مسلم من جديد. ما طبيعة هذه الانتصارات ومن هو طرف؟ والله ليس كل شيء انه يذاع في الاعلام، لكن كنا نتواصل مع اطراف تعتبر يعني في الجهه الاخرى التي ليست من مدينه بنغازي، لكي نصل الى حل في هذه القضايا ولا نصل الى حل مشاكلنا عن طريق السلاح. الاجراءات الفعليه التي ستتخذونها هي ماذا؟ الاجراءات تقريبا كلامنا واضح، كل من اتى الى بنغازي بالخير فنحن اخوانه، وكل من اتى الى بنغازي يريد بها الشر فسنتصدى له، ويدخل الى بنغازي على جثث هؤلاء الابطال. واذ كان هذا الخير ياتي من خليفه حفتر فلا نريده، لانه هو شخصيه غير مرغوب فيها اصلا. واذا كان هناك مشاكل داخل مدينه بنغازي فاهل بنغازي اولى بحلها عن طريق القنوات الرسميه في الدوله وعن طريق الغرفه الامنيه المشتركه التي يراسها العقيد عبد الله الصعيدي. هل سيتم الجلوس على طاوله واحده مع خليفه حفتر لمناقشه هذا الموضوع؟ خليفه حفتر ليس بيننا وبينه اي جلوس او اي تحاور، لانه شخصيه غير مرغوب فيها، قاتل مجرم، قتل ابنائنا في تشاد، قتل المسلمين اصلا في تشاد، فليس بينه وبينه اي تحاور او اي جلوس. وهو رجل من بدايه الثوره كان يطلب منصب من مجلس انتقالي مقابل ان يشارك في الثوره، طلب منصب وزير الدفاع، ثم اصبح يجري على هذه المناصب وليس لديه اي مانع ان يقتل جميع الليبيين، ولكن بشرط ان ياخذ منصب او يكون على راس هذا الهرم. ورجل ليس بليبي الان، عنده جنسيه امريكيه، ومتهم في اكثر من قضايا في تشاد، الأسرى في تشاد والجرحى تشاد، أين ذهبوا الذين كانوا في تشاد؟ هو المسؤول الأول والأخير عليها. لا تتلاشى هذه القضايا بالقدم، بل إلى الآن نطالبه بدماء أبنائنا الذين قتلوا في تشاد، والجيش الليبي الذي نفاه غادي، والجرحى والمبتورين الذين كانوا في حرب تشاد، أسروا كثير من المفقودين في تشاد من كان سبب في هذه المجازر. وخليفة حفتر لولا تشاد، لو ما غلبت دولة تشاد، ماذا سيكون موقفه في هذه الثورة؟ لكان إلى الآن في صف النظام السابق، ولا نستبعد أنه كان في سلكه، فمعروف قصره في مصر، معروف اتصالاته بالقذافي، معروف تبليغه عليه تنظيم 92، تنظيم أو مسمى انقلاب بورفلة، هو كان أحد الذين أوشوا بهذا الانقلاب، وكنت مسجون مع هؤلاء الناس، هو من بلغ على هذه المجموعة العسكرية التي انقلبت على القذافي مقابل مبلغ من المال، والتجاوز عن أخطاء التي فعلها مع القذافي. نعم، يعني أنت ذكرت الآن بأن هذه المعركة التي نحن بها الآن الرابح بها خاص، فكلا الطرفين هم الأبناء ليبيا. ما هو الحل الجذري لما نحن فيه الآن؟ هل هناك سيكون وسيط بين الطرفين؟ ما هو الحل الحقيقي لكي نعرف ماذا ستسفر عن ما دخلت اليه مدينه بنغازي الان، او ما ادخلوا فيها مدينه بنغازي؟ الحل نحن نثق في هذا الرجل، وكل ما ياتي به ليس محل ثقه. فاذا كان هناك اطراف تريد التواصل معنا والتحاور والجلوس لحل مشاكل بنغازي فنحن مستعدين ونمد ايدينا لكل من اراد خير لهذه المدينه. الحل ان يدخل عقلاء ومشايخ القبائل وحكماء هذه المدينه ومن حولها في رفض هذا الرجل وابعاده عن هذا المشهد، ويجلسوا مع كل من يريد خير، ونحن سنكون طرف او سنكون من يساعد في استقرار وامن المدينه. الله اكبر. الله اكبر. تليفون من؟